اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين لعام 2024 تتلقى أوراق 19 مرشحاً على منصب النقيب العام وأوراق 255 مرشحاً على مناصب العضوية خلال فترة تلقي طلبات الترشح. نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي وجموع المحامين بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 من يناير. نقيب المحامين يترأس ثلاثة جلسات حلف يمين قانونية للأعضاء الجدد. النقيب العام يجري جولة تفقدية لغرف المحامين بمحكمة بورسعيد الابتدائية. نقيب المحامين ومحافظ بورسعيد يفتتحان نادي محامي بورسعيد ويعقد جلسة حلف يمين قانونية للأعضاء الجدد بالفرعية. لجنة المعاشات تنتهي من فحص ومراجعة 258 ملفاً. النقابة العامة للمحامين تعلن عن إصدار دليل العلاج للأعضاء المشتركين في المشروع لعام 2024.